متابعين معكم مشاهدينا برنامجنا الصباحي على الموعد، وبهذه الفقرة رح ناخد اتصال هاتفي من دكتور بول بيسيل تيخبرنا أكثر عن الحفل اللي رح يصير بكازينو لبنان حول إطلاق ألبوم الكبير ياسر رحباني والفنان غسان سالم. صباح الخير دكتور بول. أهلا، صباح النور. تحية لك وشكرا لأنك خصصتنا بهالاتصال الهاتفي اليوم تنحكي عن هالحفل المميز. خبرنا أكثر دكتور عن هالحفل وعن أهميته. طبعا الحفل تاريخ الموعد تبعه ب 6 نيسان الساعة 8 من عشية. هذا الحفل الموضوع تبعه هو إطلاق ألبوم لياسر رحباني وغسان سالم من غناء الفنان غسان سالم مع ضيفة الشرف، وفي عندها بعض الأغاني كمان هي بتغنيها مع الفنان غسان سالم الفنانة أمل توم. طبعا نحن عم نعيد أو عم نرجع لتاريخ الرحابني ولتاريخ ياسر رحباني بصورة خاصة، يلي هالبصمة يلي تركها بلبنان وخارج لبنان. وهالأغاني هيدا الألبوم يلي عم نطلقه اليوم في أغاني منا موجودة وفي كلمات منا موجودة بعد، إنما اليوم عم نضوي عليها أكثر وعم نخلي روح هالفن، الفن اللبناني العريق المتميز خصوصا عندنا نحن بلبنان، إنه نرجع نضوي عليه ونعطيه الأهمية الكبرى حتى ما يروح الفن بمحل آخر. نحن طبعا بكازينو لبنان، هيدا الكازينو يلي هو معلم كبير وتاريخي، حلو كتير انه ينعمل بهيدا المحل مع هيدا الايفنت بحد ذاته. نعم. هو ايفنت كبير على المسرح. شو المسرحيات اللي رح يتضمنها هالايفنت دكتور؟ هلا في شغله انه كمان يلي خلينا نضوي على كل هالمسرح وكل شيء، هالايفنت يلي بيقدمه هي الممثلة والإعلامية بيرات قطريب مع مشاركة مع الإعلامية ومعدة البرامج جوال فضول. خلال هالفترة هاي طبعا نحن عنا شاشة كبيرة، كل غنية بيمرق على الشاشة مين ألف الغنية ومين أخرج الغنية وفي شوية أحداث لهيدي الغنية، مع كمان هالأغاني في تابلو حلو كتير يلي هو يمكن من 6 مقاطع أو 7 مقاطع لفرقة رماح للرأس بقيادة الفنان يونس يونس. كل هالإيفنت هيدا يلي عم بيخرجه هو المخرج فريد عساف. نحن مع هال يعني مع هالعمل الفني كمان أنا عملت شيء، يعني طبعا هيدا شيء جديد إنه أعمل التنظيم بطريقة حلوة وكمان بطريقة فنية. أنا بشكر فعلا إدارة الكازينو يلي عطتني مساحة الصالة كلها، محل ما بنستقبل الناس من باب المدخل لباب الصالة تيفوتوا يقعدوا بمحلاتهم. أنا طلبت من فنانين لبل هن تقدموا من رسامين عملوا لوحات للفنان الياس وللفنان غسان بطريقة أنه 12 لوحة رح ينعرضوا على اليمين وعلى الشمال، هي فات العالم بتشوف اللوحات وبين لوحة ولوحة حطيت شجرة كبيرة، يعني كأنك فايتة على محل خارج الصالة يلي هي تقريبا فاضية. اون بليس أنا خلقت لجنة تنظيم. هاللجنة من فنانين من دكاترة من أدباء وشعراء وإعلاميين. هاللجنة هي اللي بدها تستقبل الناس، طبعا الدخول مجاني. وعملنا كمان في كوكتيل، كمان كوكتيل متنوع من بعد ما تخلص كل يعني كل العمل الفني على المسرح العالم بدها تطلع، في كوكتيل كتير حلو وكتير متنوع لهذا الموضوع. نعم. انا حبيت للحقيقه لانه يعني انا توكلت بهيدا الايفنت ككل اني يعني اجمع الفن وعلي الفن بتنظيمي. هو الفن ديجا راقي وعالي، انما ضوي عليه بطريقه حلوه وصحيحه حتى العالم تيجي تفوت وتحضر هالساعتين او هالفتره الزمنيه يكونوا مبسوطين وكمان مرتاحين، نطلع من الاجواء يلي نحن عم نعيشها يعني بهالحاله تبعنا نحن، فنكون نحن بجو حلو وراقي وخلي هالثقافه العاليه للبنان تضل على طول مضويه
وما زلنا احنا موجودين طبعا احنا بنساهم بهيدا الشيء. نعم انا بشكر اليوم حدث مثل هيدا، مين يعني مين كان عم بيساند حضرتك ويساعدك بالتنظيم ويدعم هالحفل؟ للحقيقه الدعم ما في دعم الا بالنشاط الخاص وببعض يعني الاحبه. انا عامل كتيب بنوزعه طبعا مجانا على كل شخص بفوت، كنايه عن 3000 نسخه. حطيت يعني مثل بروشور يعني بسوي كتيب بحد ذاته، حطيت فيه شويه اعلانات يعني شويه مساهمه يعني بسيطه لحتى نغطي المصاريف اللي نحن عندنا اياها. ما في سبونسر خاص يعني ما في دعم من شركه كبيره او من اشخاص. يعني انا بمجهودي الحقيقه حاولت اني اعمل شيء وغطي هيدا الحدث تيكون فعلا هو حدث يعني مميز وراقي وكبير على صعيد الحياة نحن عم نعيشها اليوم. نعم دكتور بول، اليوم قد ايه مهم بكل الظروف والتحديات اللي عم بيقطع فيها اللبناني والبلد بشكل عام انه نكون عم ندوي على الكبار وما ننساهم ونكرمهم مثل الياس الرحباني؟ صحيح نحن ما فينا ننسى، ما لازم ننسى تاريخنا، ما لازم نحن ننسى مجد لبنان وفن لبنان يلي هن أعطوا للعالم، أعطوا ثقافة، أعطوا فن، أعطوا تمييز، أعطوا أحداث حلوة نحن مش بس لبنان يعني لكل الدول إن كان شرقا ولا غربا. وبعدين أستاذ الياس يعني الفنان الكبير يعني أنا حاطط 5 صفحات عنه، كاتب عنه تاريخ حياته يعني عاد ما قدرت أجمع شو في عنده. إنسان فنان جدا، نحن ما بنعرف القيمة لما نكون عم نحضر تلفزيون أو بنحضر عمل مسرحي أو شيء، نحن بتعرف منفوت بنحضر ومنفل، إنما لما بتقري الحياة الشخصية للإنسان عن جد بتحس انه في عالم مرقت بتاريخ لبنان شيء مميز جدا. وانا الي الشرف اني قمت بهيدا الاحتفال بهيدا التنظيم اني فعلا عم ضوي بطريقه عد ما انا بقدر، بطريقه حلوه، بطريقه مميزه، بثقافه عاليه، بفن وبرقي. ومن هيك الرسامين يلي اجوا رسموا يلي هن عندهم معارض ان كان بلبنان وخارج لبنان فعلا كان في شوق وكان عندهم محبه كبيره. وحتى اجاني كثير كمان فنانين قلت لهم يعني ما تواخذوني انا ماني عامل معرض لوحات، انما حبيت هاي الدخله من باب للباب تفوت العالم شوي يعني بجو فني ويكون شيء حلو ومميز. فهيدا الشيء يلي نحن يلي فعلا يلي عم نقدر يعني يلي حتى اول شيء انا بشكر كل بصمه حطت ايدها بهيدا الحفل. نعم مين ما كان يكون على صعيد الجميع ان كان من هون ولا كان من هون. وبعدين انا حسيت انا بقولها بكل صدق وبصوت عالي، هالمكان يلي بيسع 1000 شخص الاتصالات اللي عم تجيني والحجز، بعدين انا شو عامل انه كل انسان بده يحجز وهيدا الحجز برجع ببعث له انا الشماء تبع المسرح يعني تبع التياتر مع رقم الكرسي وين هو بده يقعد، برجع ببعث له SMS على هيدا الحجز. انا فعلا يعني حسيت انه نحن كأنه بجو عائلي كبير، يعني مش بجو انه شخص جاي يحضر ويفل، لانه لقيت كتير اقبال، لقيت كتير فرح، لقيت كتير في ناس بدها تساعد وبدها تساهم والكل عم بيتجاوبوا بهيدا الايفنت. طبعا يعني طبعا لبنان يعني بيستحق ولبنان بحاجه للفرح والامل. والشعب اللبناني كمان بيستحق. أكيد دكتور بول بيسيل، شكرا لك، تحية لكل جهودكم وبتمنى لكم، وأكيد نحن عبر مريم تي في بنتمنى لكم التوفيق بهالحفل الضخم وإن شاء الله دايما بالنجاح. وأنا كمان بشكركم، بشكر على هاللفتة، بشكر على هالحوار أو على هالكلمة اللي خليتوني أطلقها عبر البرنامج تبعكم وعبر إذاعتكم، وأنا شيء بيشرفني وبيسعدني. شكراً وميرسي لكم وبرجع بقول أهلا وسهلا بالجميع. شكراً مشاهدينا، نحن هيك منكون ختمنا هالفقرة وأكيد منتمنى التوفيق لكل المنظمين بهالحفل الضخم. رح نتوقف لبريك صغير ورح نرجع نتابع برنامجنا على الموعد.